أعزائي المشاهدين، في هذا المكان الجميل وفي هذا المناظر الجميلة في تهامة شهران، التغطية اليوم عند الأخ إبراهيم محمد بن لاحق الشهراني. من شاف الأطوار وخيمتها مع حيث قوم العزة وأصحاب الكرامة من قديمة الدهور. فرجائي كل الرجاء موجه لوزارة المواصلات ممثلة في منطقة عسير بالعمل على إيجاد حلول لهذه العقبة، فهي تخدم شريحة من أبناء هذا المجتمع. من شاف الأطوار وخيمتها مع حيث قوم العزة وأصحاب الكرامة من قديمة الدهور، وشادوا يا للتواريخ القديمة الدهامي في الشجاعة والشهامة بالمشوق. وصلنا إلى قعر تهامة، إلى هذا المكان الجميل بعد هذا الطريق المتعب نوعا ما، ولكن في سبيل أن نلتقي بهؤلاء الرجال شيء يزيدنا شرف حقيقة، وننقل صورة حسنة عن هؤلاء الرجال وعاداتهم وتقاليدهم. سوون الحين هنسوي هذه حنيذ، أيوة، على طبايعنا في تهامة وعلى شرايع الجد والولد. الحين فيه كلمات يرددونها الاخوان هنا الحين. حمدة الله في كل مشباح والنفس ما تموت الا بيومها. حطيتوا الشراع؟ ايوه. حطيتوا خشب؟ حطينا خشب، ايوه، اول اللحم والخبز، ايوه، ثم حطينا خشب، أيوة، ثم الشراع، ثم التراب. هذه وش هي؟ هذا غراير طال عمرك. غراير؟ اي نعم. ايش سميها؟ بعذران وشيح و... من شاف الأطوار وخيمتها مع حيث قوم العزة وأصحاب الكرامة من قديمة الدهور، وشادوا يا للتواريخ القديمة الدهامي في الشجاعة والشهامة بالمشوق والذخيرة في الحزامة، في الشدايد ما يفور حدثة في الطيب واليمن القريمة. يا وطن لبيك في يوم القتال نطوي البيدا مع سد الليالي. أفهم يدب وصف ما تقسم قوم الفعايل هم تشيع مفرق صبي عزام ما ينضم الأبطال عسكرا وإذا احتجى فيها فعن الهم يجري. سلامي يا ملا وصل موت وحمامة صراخهم يندب وصف ما تقسم قوم فعايلهم تشيم مفرق الصبي. هذا وادي ركان يأتي من جبال تمنية ويسيل في وادي بيش، والقبيلة التي توجد في هذا الوادي قبيلة الجهرة آل علي بن حاوي آل عسكر. أي نعم جميل. و... من شهران. من شهران نعم. جميل. سلام يا أهل الجود من بطيب يا ظفارة تسليم على المضيف والقبائل كل حضرة تسليم من صفا لعيسى يوم ناصلي مرحبا يا ضيوفنا من قلب راضي أنت فاتح والسماوات والأراضي واجب الطيفان ترحب كرامة يا مطالق العرب حضر وماضي الضيف يكتسي وفي البياض من سارات بطار ولا من تهامة. قبيلة الجهرة من قبائل شهران يربطنا بهم علاقة قديمة من عهد الآباء والأجداد. على الذي وقول ما بالقدر حروة مسك الديار اللي بها تكثر وسودها على علي الغبرهم والحب خوته. ايش يسمى هذا؟ هذا التخلوف بارك الله فيك. يعني تكرمتوا من المناسبة وطالعين؟ تكرمنا من عند المضيف والمناسبة، والآن نكثر بالخير ونطلع، هذا نسميها تخلوفة. I'm
ملكنا بلقنا والله حنا مثل البركان لو صوتي حنا يحرق اليابس والاخضر في دقيقه. الدين له نحيا ومن حبه نموت، والرايه الخضراء ترفع علامها ما دامت اهل السيف واصحاب البشوت الهامه اللي ما حد وقف قدامها. يالله بعز ما خش القل والدون وجعل حياتي كل بوها تزينها، وانا من اللي في نهارك ينادون طيبوا بجنه خالق العالمين، واحسن ختامي يا فرج كل محزون يا غيث من ناداك باسم اليقين، وازكى صلاه الله ما عد مليون على نبي الحق. ورايت لون اسمه الزامل، الزامل في تصور عند اهل المنطقه انه بس موجود في الشرق، ما هو موجود عند قبائل شهران والمناطق هذه، عندكم اللون هذا موجود؟ والله بالنسبة للزامل فهو موجود عندنا منذ القدم، يعني هو عادة أبائنا وأجدادنا.